السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن وصلنا اليوم إلى مرحلة متقدمة من الثورة التونسية، بل ثم عملية تحويل داخل الظروف الموضوعية للثورة. نعرف بأن أي ثورة لا بد لها من 3 حاجات: الظروف الموضوعية للثورة، الوعي بهذه الظروف الموضوعية، ثم تشكيل الأداة الثورية. الثورة التونسية كانت عندها الظروف الموضوعية، الشعب هدايا واعي بالظروف الموضوعية، ولكن فشلنا فشلا ذريعا في تكوين الأداة الثورية بل إيجادها. الطريقة اللي اقترحتها المسيسين هي المجلس التأسيسي، وكما ترون اليوم هذا المجلس التأسيسي أصبح يدعي للقتل في غير محله، وهذا لعمري نتاج على أننا فشلنا في إيجاد الأداة متاع الثورة. الرد هذا يكون صريح للدكتور الصادق شور، بحيث سيدي الكريم وأعرف جيدا أنك من الناس النزهاء داخل النهر، بحيث الكلهم يبلعطوا إلا ربما الدكتور الصادق شور، حيث عندما يتكلم هذا الرجل فهو يعني ما يقول، وبهكذا فهو يحدد الطرح السياسي لحركة النهضة، وهذا لعمري خطير جدا. يعني هنا تسقط تخرجة الوسطية، هنا انكشفت حركة النهضة على حقيقتها وبناسها، لا طاح لا دزوه. لا أرى سيد الدكتور في أن المعتصمين وإلا المتظاهرين وإلا الناس هذه تقاتل الله ورسوله أبدا. وحتى أعطيك درسا وأنت أكثر مني معرفة في الشريعة الإسلامية سيدي الدكتور، في القرآن ثم الحد بمعنى الحكم الأقصى، أنه واحد يقتل الآخر، الحكم في القرآن القتل. صح صح، ربي سبحانه وتعالى أعطانا الحقيقة، يعني سيتري لوجيك باش يكون الليميت سوبيريور متاع حكم الإعدام على القاتل. تطبق الشيء هذا حتى في أمريكا، تطبق في الشريعة. أما لو بليز امبورطون اللي يلزمك تفسره لجماعة أبو سلف، أن ما الحكم أقل من ليميت سوبيريور يبقى دائما داخل الإسلام وداخل الشريعة. هي المشكلة متاعنا بالضبط. الثقافة العربية الإسلامية اللي ورثناها لم تورثنا العقل،
بشكل انه لي ريفيرونس نتاعنا اللي كان لازمها تكون متجدده من حقبه تاريخيه الى اخرى، سيادتك ومعاك ربما ابو سلف شديدنا في ريفيرونس نتاع 1400 سنه لتالي. هذا يسموه يعني الفكر الاستاتيكي، الفكر اللي ما يتحركش، الفكر التاريخي. يعني وكأننا اليوم من نجموش نبدعو ومن نجموش نجتهدو ومن نجموش نخلقو تفسير جديد للقرآن وقراءة جديدة عقلية على أنها تمشي مع الواقع اليوم. تمجدون في أبو سلف إلى درجة أنكم عدمتوا الخلق والإبداع عند التوانسة. الإسلام سيدي الكريم ثورة، ثورة كبيرة، ربما أول ثورة في التاريخ الإنساني، لأنها بدلت المنظومة السياسية، المنظومة الاجتماعية والمنظومة الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية. ولكن بعد ذلك وبعد تكوين الدولة الإسلامية وبعد الخلفاء الراشدين تبدلت هذه إلى منظومة استبدادية. السنة اتكتبت في وقت الاستبداد، معناتها بدو يدونوا في الحكايات هذه في وقت الاستبداد، والحاكم كان يقول لجماعة الدين كتبوك من الحبانة ومنع عليهم العقل. هاي المصيبة الكبيرة. الثورة التونسية يا دكتور هي بمثابة الثورة اللي صارت 1400 سنة التالي، يعني ضد العبودية، ضد التسلط الفكري، وضد الفتاوى، وضد كل ما هو تسلط وتعنت. الاستشهاد بالآية هذه بآية القتل سيدي الكريم، اتحرض الأولاد اللي ما يفهموش واللي المخ امتعه مازال مصملش على أنه يمشي يضرب ويقتل ربما، وهذا تتحمل المسؤولية فيه أنت والنهضة والحكومة. أو علاش قاسم جاي ضدكم؟ لأن مش صحيح اللي تقولوا فيه وسطية. الطرح السلفي خرج اليوم، وعلى علمك سيدي الدكتور الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة الإسلام المكي في مكة، كان يناضل سلميا. أنت اختزلت 13 سنة في 13 يوم، كيفاش تتعدى عليك الحكاية هذه يا دكتور؟ على الأقل لازمك تتبع أبو سلف، لازمك تتبع السنة، ولكنك استعجلت في أمرك، استعجلت في أمرك، وهذا يخليك أنك تراجع مواقفك وأنك تعتذر للشعب التونسي المسلم.
واللي نحب نقول لك عليه، بلي الإسلام في تونس ما جابتوش النهضة وما هيش هي اللي قادرة باش تحافظ عليه. الإسلام في تونس سيدي الكريم هو كعشبة نجم، تعرفها عشبة نجم؟ أنا فلاح ولد فلاح، العروق متاعها موجودة في الأرض، كل ما حاولت أنك تنحها بالقوة تزيد تزيد تمشي للأمام، وكل ما حاولت باش تسقاها الشيء هذاك الماء يمشي للشجر اللي عايشة معاه بشكل ثم تناغم بين عشبة النجم والأشجار المثمرة، هذا يعايش وهذا يعايش. إذا ما تحاولش باش تستعمل الإسلام أو الدين الإسلامي لمهاجمة الشعب التونسي أبدا. الإسلام سيدي الكريم في تاريخه وفي ثورته كان وسيلة دفاع فقط، وأي واحد يستعمل الهجوم أراه باش يرجع عليه. وها بدت الظروف الموضوعية الثانية للثورة، يعني وقت اللي يقول لك أن حكومة النهضة باش تطيح قبل العام القادم، أنا أعرف ما أقول، لأني أعرف انشقاقاتكم الداخلية، وأعرف أنكم لا تصلحون ولا تصلحوا لهذا الوطن، لأنكم ما عندكمش قراءة صحيحة، ما عندكمش تفكير صحيح، تفكيركم مازال تفكير سلفي، تفكير لا يتقدم بك إلى الأمام. أطلب منك سيد الكريم أن تعتذر للشعب التونسي وأن تستقيل حالا من المجلس التأسيسي، لأن من ذلك المنبر لا يجب أن يرفع أحدا السيف في وجه المتظاهرين أو المعتصمين أو حتى المجرمين، لأن حدود الله معروفة والناس كل تعرفها، وما هي إلا ليميت سوبيريور، وكل ما أقل من ذلك فهو مقبول. وهذاك علاش الإسلام صالح لكل زمان ومكان. عاود أقرأ درسك. السلام عليكم.